أدعو منظمة التعاون الإسلامي للاجتماع فوراً من أجل حرق القرآن ونصرة الإسلام، وكذلك أدعو جامعة الدول العربية بخصوص هذا الأمر أيضاً للاجتماع في العراق أو خارج العراق. أدعو دول العالم إلى سن قانون يجرم حرق القرآن ويجعله جريمة إرهابية، كما أن التعدي على السامية والمجتمع الميمي يعتبر جريمة، فلا بد أن يعتبر حرق القرآن أيضا جريمة. إن حرق القرآن سيزيد من تفاقم الخلافات في العالم ويزعزع الأمن العالمي، ولكنه في نفس الوقت سيكون مانعا للتطبيع مع إسرائيل، فالدول الإسلامية والعربية غاضبة ولن تطبع مع إسرائيل من الآن فصاعدا. أن حرق القرآن كان من شخص مسيحي، وهذا لا يعني أنه يمثل المسيح، فالمسيح أخوتنا في الدين وفي العالم كله ليس في العراق فقط، وعلى الحكومة حماية المسيحيين داخل العراق.